لماذا ما تزال جزر دبي الاصطناعية فارغة حتى الآن؟ في سنة 2003 تم الإعلان عن مشروع ضخم أطلق عليه اسم العالم The World، والذي قيل أن تكلفته ستبلغ مليارات الدولارات، حيث تم التخطيط لبناء أرخبيل من صنع الإنسان على شكل خريطة الأرض، مع بناء منازل فاخرة ومنتجعات سياحية تقع جميعها على بعد مسافة ليست ببعيدة عن دبي. ولكن الآن وبعد مرور أكثر من 10 سنوات على اكتمال إنشاء هذه الجزر، لم يبنى أي شيء عليها تقريبا. فماذا حدث يا ترى؟ في أوائل العقد الأول من القرن 21، رأى مطورو العقارات فرصة لإنشاء أرض صناعية قبالة ساحل دبي نظرا للطلب الهائل على عقارات المحيطات. لذلك وضعت شركة النخيل العقارية، وهي شركة مملوكة لحكومة دبي، خططا لتغيير المنطقة بشكل جذري بغضون عقدين فقط، حيث خططت الشركة لثلاث مشاريع مختلفة، والتي هي عبارة عن جزر ستبدو من الفضاء على شكل أشجار النخيل، نخلة جميرة ونخلة جبل علي وأخيرا نخلة ديرة. كما أعلنت الشركة عن مشروعها الضخم باسم The World، حيث تم التخطيط لإنشاء مجمعات منخفضة الكثافة السكانية ومجمعات مرتفعة الكثافة السكانية وجزر يمكن استخدامها لأغراض تجارية. في المرحلة الثانية تم التخطيط لاستكمال مشروع The World بمشروع آخر وأكبر، وهو الكون The Universe، حيث خططت الشركة لإنشاء جزر صناعية تشبه شكل الشمس والقمر وكواكب النظام الشمسي ودرب التبان والمجرات البعيدة، بجانب نخلة جبل علي. كان من المقرر أيضا إنشاء مشروع ضخم آخر، وهو بناء واجهة دبي البحرية، حيث خططت الشركة لأن تكون هذه الجزر على شكل هلال، وهو رمز مهم في الديانة الإسلامية. مع كل هذه المشاريع، كان من الممكن أن يتغير شكل معظم ساحل دبي، حيث كانت ستكون إمارة أبو ظبي على جانب، وعلى جانب آخر إمارة الشارقة. كما كان ينظر إلى هذه الجزر على أنها مشاريع ساحرة من شأنها أن تطور دبي وتجعل منها نقطة جذب سياحية رئيسية، وبالتالي خلق مصادر دخل جديدة لمكان يكتسب معظم ثروته من خلال استخراج النفط. دعونا الآن نلقي نظرة على ما حدث لهذه المشاريع. في سنة 2001 بدأت شركة نخيل العقارية ببناء نخلة جميرة، ووفقا للمخطط كان هذا المشروع وحده سيضاعف طول ساحل دبي. في سنة 2006 تم الانتهاء من استصلاح الأراضي وتم تسليم الشقق الأولى، حيث كانت أغلب المباني متواجدة ضمن تفرعات نخلة جميرة، وكانت عبارة عن منازل خاصة، بينما تم بناء فنادق فاخرة على حلقة كاسر الأمواج الملتفة حول النخلة، وذلك لتأمين حماية للمشروع من العواصف. بينما كانت نخلة جميرة قيد الإنشاء، بدأت مشاريع أخرى تتبلور في دبي، فقد شهدت دبي تطورا عمرانيا هائلا في القرن 21، حيث تم بناء العديد من المشاريع المرموقة مثل برج خليفة الذي يعتبر أطول برج في العالم. في سبتمبر 2008 احتفل فندق أتلانتس في نخلة جميرة بافتتاحه عبر إطلاق الألعاب النارية على جزيرة النخلة بأكملها. ولكن هذه الاحتفالات لم تنفي حقيقة أن الأزمة المالية العالمية كانت قد بدأت تؤثر على دبي، حيث ورد أن دبي قد أنفقت 20 مليون دولار على حفل افتتح فندق أتلانتس وحده. تأثرت دبي بالأزمة المالية العالمية، خاصة في مجال العقارات، حيث تم إغلاق جميع مواقع بناء الجزر الاصطناعية قبالة الساحل بسبب انخفاض الطلب، كما انخفض سعر الأراضي بشكل كبير وتوقف العمل على بناء نخلة جبل علي. في سنة 2011 كانت الضفاف الرملية لنخلة جبل علي فارغة ومنسية، حيث عرضت شركة نخيل العقارية على المستثمرين استرداد أموالهم. تقع النخلة خلف ميناء جبل علي، ولا توجد مدينة بالقرب منها، أي أن معظم الأحلام التي حلم بها مخططو المشاريع كانت قد تبخرت. ولكن يمكنك بالفعل رؤية شكل الجزر على صور القمار الاصطناعية. أما بالنسبة لنخلة ديرة، فقد تم إحراز تقدم كبير في استصلاح الأراضي، على الرغم من أن المشروع لم ينتهي. في سنة 2013 قررت شركة نخيل محاولة إنقاذ المشروع عبر إعادة تسميته، فبدلا من الاستمرار في إنشاء أراضٍ جديدة، قررت الشركة تقليص المشروع وإطلاق عليه اسم جزيرة ديرة.
مع إصدار مخطط لإنشاء مركز تجاري ومبنيين شاهقين وشارع للتسوق. أما بالنسبة لمشروع العالم فقد تم الانتهاء أخيرا من إنشاء أراضي المشروع، وتم بيع جزء كبير من الجزر قبل الأزمة المالية، لكن لم تشهد هذه الجزر أي تطور، وذلك لأن العديد من المستثمرين الذين اشتروها كانوا يواجهون مشاكلهم الخاصة في أعقاب الأزمة المالية. على الرغم من الاستثمار في العديد من المشاريع في دبي بعد انتهاء الأزمة المالية، إلا أن مشروع العالم بقي على حاله، وذلك بسبب تردي ثقة العائد المالي من هذا المشروع. وبعد مرور 10 سنوات من الكشف الأول عن المشروع، بدا أن مشروع العالم لم يعد مناسبا للوقت الحالي، بالإضافة للعديد من المخاوف المتمثلة بتلاشي القنوات بين الجزر وارتفاع مستوى سطح البحر. انتقد سكان نخلة جميرة جودة المياه لديهم، كما أن حاجز الأمواج بدأ يتآكل، كما بدأ يعيق حركة المد والجزر الطبيعية، وبالتالي أصبحت المياه داخل النخلة راكدة، وهذا ناهيك عن المشاكل والمخاوف البيئية، حيث أن تراكم مئات الآلاف من أطنان الرمال في قاع البحر قد يؤثر سلبا على الحياة البحرية. ظهرت كذلك مخاوف أخرى، من أن هذا المشروع قد يؤدي إلى تآكل الخط الساحلي وعدم استقرار التربة الساحلية، لذلك مع الوقت أصبح من الصعب الترويج للمشاريع التي تعتبر ضارة بالبيئة. إلى جانب المخاوف البيئية، هناك الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها عمال البناء المهاجرون في دبي، حيث تحظى هذه القضية باهتمام إعلامي أكبر. ومع ذلك هناك مشاريع تنموية بدأت تتشكل في هذه الجزر، ففي صيف 2012 تم افتتاح نادي رويال إيزلاند بيتش الليلي في جزيرة لبنان، يستضيف هذا النادي السياح خلال النهار عبر القوارب. أما المشروع الأكبر فقد تم الإعلان عنه سنة 2014، حيث أعلن مستثمر عقاري نمساوي تطوير عدد من المشاريع في الجزر الأوروبية، وأطلق على المشروع اسم لوكور دو لوروب، قلب أوروبا، والهدف منه تصميم نسخة مصغرة من أوروبا وبناء فنادق فاخرة ومستوحاة من أماكن مثل البندقية أو موناكو، بالإضافة لعدد من المطاعم التي تقدم الطعام الأوروبي، حتى أنه يخطط لبناء ساحة في الجزيرة السويسرية يتساقط فيها ثلج اصطناعي، والمشروع الآن قيد الإنشاء. باختصار، هناك عدد كبير من المشاريع التنموية المحفوفة بالمخاطر في كل مكان في العالم، بعضها يفشل وبعضها يتكلل بالنجاح ويتحول لنقطة جذب سياحية كبيرة تدعم الاقتصاد المحلي بطرق متنوعة، وبعضها يرمز لبداية حقبة معمارية جديدة كاستخدام طرق بناء جديدة أو تحطيم الأرقام السياحية العالمية. يا ترى كيف سينظر إلى هذه المشاريع التي غيرت المشهد الساحلي في دبي مستقبلا؟